هذا اليوم آخر يوم في المدرسة، زي ما أنتم شايفين الطلاب عم بيغادروا مقر المدرسة بالباصات تبعتهم، والمدرسين عم بودعوهم. مظهر جدا جدا مؤثر، لأنه هذا معنى ارتباط المعلم بطلابه وحبه لهم. اعذروني متأثر شوية، بس منظر أكثر من رائع. التعليم أهم شيء في بناء الأمم. إذا بنيت علاقة جيدة بين المعلم وتلاميذه، تأكد أن الأمة راح تكون في أفضل حال. يعني إشي أكثر من رائع. طلع كيف المدرسين عم بودوا الطلاب، فعلا منظر جميل جدا. عم بودعوهم واحد واحد. إلى لقاء آخر، معكم أخوكم محمد الشريف ناتو.